بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذكرى السنوية الثانية لانتصار مدينة حلب على الإرهاب، نظمت جمعية الجيل الجديد الثقافية للأرمن الأرثوذكس احتفالاً في حي العزيزية تخللته إضاءة شجرة الميلاد بحضور حشد من أهالي حلب. اليوم احتفلنا مو بس نحن، الطبيعة احتفلت معنا كمان، وهي تاني سنة نحن نحتفل أو نتذكر الانتصارات اللي صارت بمدينة حلب. الشجرة هي بترمز ميلاد المسيح وبيعمم السلام والخير، إن شاء الله بتعم السلام لجميع أجزاء سوريا. طبعا هو هذا العيد عيد لكل شعبنا، يعتبر عيد إضاءة الشجرة وعيد ميلاد السيد المسيح حتى يعم السلام بوطننا الحبيب بسوريا. السنة إن شاء الله تكون مميزة، وإن شاء الله السنة الجاي تكون حلب وسوريا كلها محررة من الإرهاب. إن شاء الله سنة 2019 تكون خير وبركة على الجميع. افتتاح هي الشجرة والمطر تكون خير على بلدنا حلب وبسوريا كلها، وكل سنة وانتم سالمين. أول شيء العيد هو للكل أكيد، وعيد للسلام وللمحبة، وإن شاء الله السنة هي تكون الشجرة هي رمز للسلام ورمز للمحبة، ولنكون كلنا فرحانين بانتصار حلب وبانتصار سوريا كلها إن شاء الله. كتير مبسوطين طبعا، وهيك بتعطينا تفاؤل وبنحس أكثر بوجود العيد وإنه قرب وميلاد السيد المسيح، وأكيد نتشكر الأبطال الجيش العربي السوري. من القامشلي، امبارح اجينا على حلب بعد انقطاع 8 سنين، رغم انه مضيت 14 سنه بحلب، وانا مبسوط انه قدرت اجي واحضر هالمناسبه السعيده، اناره شجره الميلاد بكل محبتها وتسامحها لكل الشعب السوري، والشعب السوري كله اكيد فرحان، ووجودنا على قيد الحياه، وجودنا واولادنا عم يدرسوا بالجامعات، رجعوا يكملوا مسيره المشوار وبناء سوريا. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير.